برحب بيكم مرة كمان، وبرحب بنيابة الأمن دكتور مش مرقص أول نظران لدولة جنوب أفريقيا. برحب بيك يا سيدنا. أهلا بيكم سيدنا. قبل الفاصل نيابتك كنت بتتكلم أن كانت مفاجأة بالنسبة لك في دولة كينيا أن الناس بتروح تحضر كلمة ربنا في الكنيسة ومستنية المقابل. قلت نيابتك بتحكي لنا الموقف اللي حصل معاك وكان رد فعل نيابتك بتاع أجرة الجلوس. الحقيقة لما حسيت أنه يعني دي هتبقى مش جايين عشان خاطر كلمة الله، لكن قلت برضو الطبيعة البشرية عايزة كده، بديت أعمل إيه؟ أقول لهم بصوا إحنا المرة الجاية هنجيب لكم كام رغيف عيش وبرطمان مربى وزبدة وأنتوا تقدموا لنا الشاي والسكر، فبقى شركة جميلة أوي، بحس إنهم فرحانين إن إحنا بياكلوا مع بعض يعني. وابتدينا يعني بعد كده لما أرادت ربنا إنه الأول طبعا عشنا في كنايس معمولة من الطين أو الخشب. أول كنيسة بنيناها في منطقة خط الاستواء في كينيا اتكلفت 6 كيلو مسامير. 6 كيلو مسامير؟ 6 كيلو مسمار 20 سنتي. قالوا لنا بس إحنا عايزين نعمل كنيسة. قالوا طب، قلت لهم طب، قالوا هتلاقينا 6 كيلو مسامير واحنا هنقلب لك كنيسه. وفعلا جبت لهم 6 كيلو مسامير، قطعوا الشجر وسمروه ببعضه كده 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 كده، وخدوا الطين من الارض وليسوها من جوه من بره، وجابوا القش عملوه ربط ربط كده حطوه على السقف، ده ما يخرجش الماء على فكره، المطر ينزل القش ده يجري تجري بسرعه. اعتقد يا سيدنا ان الكنيسه دي قريبه لقلب نيافتك. وبعدين الكنيسه اللي 6 كيلو مسامير دي استعملناها، بنينا بس فيها بالطوب معموديه بباب ومذبح ونصلي معاهم، والشعب يحب الكنيسه ابتدى يكتر، وخصوصا حكايه الشاي والمربى بعد القداس دي، يبقى كلنا بنعمل شركه حلوه. لما جم نبني بقى بالطوب الكنيسه، بنسيب الكنيسه اللي هي معموله بالخشب بالخشب دي، ونمشي متر من هنا ونحفر اساسات الطوب، اساسات الطوب، ونعمل المربع. وبعدين قلت لهم بقى كله بالنص. انا عايز اقول لهم ان بيت ربنا مش انت تاخده كده على طول، لا، لو هو ما اشتركش فيه ما عرقش فيه مش غالي عليه. فقيت اقول لهم انتوا هتجمعوا تبرعات، يجمعوا مثلا 1000 شن كيني، اقول لهم انتوا جمعتوا 1000 انا اخليهم 2000، وبعدين جمعتوا 2000 2000 هديكوا 2000. لما تيجي عند السقف بقى، لان السقف غالي شويه معمول من الصاج، قلت لهم كل 1000 شن اديكوا 5000. وبنينا كنايس بالشكل ده كتير، وفعلا وجدنا ان الكنيسه اللي هم يتعبوا ويشتغلوا فيها سواء حتى بالعطاء او بالجهد والعرق، في ناس منهم قال لك انا ما عنديش حاجه اقدمها، لكن حاجه اشتغل طول النهار، اجيب لهم اخلط الاسمنت، اجيب لهم ميه عشان خاطر المبونه الحاجات دي كلها، ولكن الكنائس دي غاليه عليهم جدا جدا. طبعا احنا بنعمه ربنا بنينا في كينيا 16 كيس. في كينيا؟ 16 كيس. قبل ما نروح يا سيدنا للخدمه واستمرار الخدمه، نيافتك رايح دولة بتتكلم لغة مختلفة، ممكن يتقبلوك أو لا، في بعض العادات والتقاليد القبائل أن بيكون رئيس القبيلة هو الكاهن أو هو رئيس الكهنة، ما كنتش خايف يا سيدنا من الحتة دي؟ لا طبعا، هو لا شك أنه كنيستنا القبطية جميلة جدا في الحاجة اللي فيها جذاب، يعني مش زي كنيسة تانية أبدا أبدا، لا طبعا، فيها رافع بخور، رفع البخور ده وريحته الحلوة، الصورة، الأيقونة، القربان، فعلا احنا كنيسة رسولية قديمة وفيها نقط جاذبية كثيرة جدا جدا، الحاجات دي كلها بتأثر فيهم جدا. ثم أيضا يعني في ناس كتير أو بتعمد بالرش أو بالسكن. صحيح، احنا أصرينا على بناء المعمودية والمعمودية بالتغطيس، وجدنا انه كنائس اللي حوالينا كلها بصوا الناس اللي دلوقتي عشان تعمل بالتغطيس دي عندنا ممتع عندنا،
فراح قال لهم ده الاباط بيعمدوا بالتقطيس وده التعليم السليم. فمنهم ناس بدأوا بطلوا بدل الرش ابتدوا يغطسوا الناس عشان ياخدوهم تاني. فالكنيسة القبطية لا شك انها فيها جاذبية قوية جدا جدا، زائد طبعا عمل الروح القدس اللي فيها. بس سيدنا الموضوع ما كانش سهل، اكيد كان في صعاب في الاول. شوف ما فيش حاجة فيها صعاب، لكن لما تكون بتحبها يعني بتهون بتبقى سهلة يعني. وبعدين بتحاول انك انت تديهم كتير او عشان خاطر يعني يحبوا الكنيسة، وده خلى الكنيسة تمتد. ال 16 فرع دول جم منين؟ واحد جه حضر معانا في فرع ده انبسط مرة واثنين ثلاثة أربعة، راح حتة تانية قال لهم تعالوا نطلب الكنيسة تيجي عندنا هنا نعمل فرع هنا. فبص تلاقي الكنيسة اتملت بقت أربع خمس فروع. ثم أيضا الحقيقة أن بديت أنا أركز على الشباب، ألاقي شابات حلوين وشمان حلوين كده أركز عليهم وأشوف أدائهم جوه الكنيسة. وخصوصا لما ابتدينا نصلي مع المعمودية أو القداس اخترت منهم الناس عشان يردوا عليا، فابتدى بالتكرار يحبوا الكنيسة قوي قوي خالص خالص. أخدتهم ابتدى أعمل فيهم فصول تعليم، تلمذة الأول عشان مسيح الأول، وبعد كده كهنوت، وبعد كده جه سنة 85 أنا ابتديت 76 85 كنت في مصر. وبعدين كان في اباء اسقف موجودين كتير مع البابا شنوده، قلت له يا سيدنا انا النهارده بقالي تقريبا 10 سنين ولوحدي خالص في الجو ده، حد من اخواتي ما يسالش فيه؟ افرض انا انحرفت عقيديا ولا عملت حاجه غلط. فراح انبا بنيامين الحقيقه كان حاجه كبيره، وصلت لانبا بنيامين قال له سيدنا انا اروح معاه، قال له خلاص معاه بكره. وجاء انبا بنيامين قعد معانا حوالي اسبوعين، يعني الحقيقة يعني انبسط جدا 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 وساب محبة الناس الكنيسة قد إيه. هو طبعا أبا بنيامين إنسان تقي وحلو، وبعد كده يوم سفره قعد معانا 10 أيام. طبعا زار الأباط وزار الكنيين وشاف الكنائس كلها، أو زار عدد مثلا من الكنائس 6 كنائس ولا حاجة. بعد يوم سفره بالليل عاملين له حفلة توديع، فوقف قال لي مش ممكن أبدا آجي وأشوف الجمال ده وأشوف الكنيسة كأنها الكنيسة الرسولية الأولى اللي بدأ من لا شيء. أفضل ساكت، اللي تؤمر بيه أنا أعلم فيه. أنا بطلب منك دلوقتي إن أنا عايز أعطيك شيء أشترك معاك. قلت له أنا مش عايز فلوس، فلوس بتيجي وتروح. قال لي طب أنت طالب إيه؟ قلت له خد الشباب بتوعي في شبين الكوم عندك كلية إكليركية ممتازة، علمهم يزبقوا كهنة. قال لي يا سلام ده طلب غالي جدا. انبا بنيامين اخذ من اولادنا في افريقيا سواء في كينيا او جنوب افريقيا حوالي 30 شاب وشابه، وفي 5 بنات عذاره كانوا عايزين يبقى عندهم اوردر للعذاره، والحقيقه اهتم بيهم جدا وكان بيحطهم تحت عيني. فلا شك انه انا حاولت بكل الطرق ان ارفع مستوى الناس دي كلها. ثم ايضا ترجمت القداسات بقى. طبعا اول لقيت انا عندي في كينيا القبائل اللي احنا اسسنا فيها كنائس حوالي 5 اللي هي اللو واللويا والكيكويو والكيكامبا والزول وال والسواحيلي. نقول تاني معلش الاسامي. الاسامي اللي هي الكيكامبا والكيكويو واللو واللوية والسواحيلي. أنا طبعا لقيت السواحيلي قريب جدا من العربي، دخلت مدرسة، دخلت مدرسة وقعدت فيها 6 أسابيع وتعلمت السواحيلي كويس جدا لأنه قريب من العربي. طب نقول جملة سيدنا معلش. نعم نقول جملة ممكن أقول لك مثلا إني مين سيكيا شكراني كوبوا كومونغو كوسبابو يا كازي يا مونغو اندانيا كينيا اللي كوا مزوري سانا. انا بشكر ربنا خالص انه عمل ربنا في كينيا من اجل كنيسته
كان رائع جدا وجميل وناجح. مش صعبة أبدا ولا حاجة، دي فيها عربي كتير. يعني مثلا أقول لك إيه، كتابه كتاب، في تابه كتب مثلا، يعني كنيسة كسيسي شماسي، مذبحه المذبح اسمه مذبح. دي سيدنا اللغة رقم واحد في كينيا، اللغة السواحلية. شوف هو كل دول أفريقيا تلاقي فيها مثلا زي هنا في 16 لغة. الناس دول بتوع 16 لغة يتفهموا مع بعض بلغة الإنجليزي. صحيح. لأن الإنجليزي هو لغة التعليم في المدارس. ولكن لو عايزين هم كقبائل مش متعلمين إنجليزي يتكلموا بلغة الزولو هنا. الزولو. هنا الزولو هو اللغة العامة. في كينيا السواحيلي. والسواحيلي منتشرة في أوغندا وتنزانيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا، وكمان يروح في شارع زهير، شارع منطقة زهير. أنت سيدنا عشان تتعلم اللغة رحت المدرسة؟ دخلت مدرسة. طب ونسبة الصلاة والقداس يا سيدنا، كنت بتصلي بنفس اللغة دي؟ في الأول طبعا كنت بصلي بالإنجليزي، ولكن بسرعة بسرعة حاولت بكل الطرق إن أنا أصلي بلغة القبيلة اللي هي السواحيلي. أنا لو صليت بالسواحيلي، لو صليت بالإنجليزي 30% مش صعب هيفهم. صحيح. لو صليت بالسواحيلي 100% 60% يفهم. لو صليت بلغة الكيكامبا 100%. فترجمت الكيكامبا وصليت بيها عشان يبقى 100% مش صعب. يعني لا شك إنه طبعا لما كنت بصلي بلغة الكيكامبا مش فاهم كل كلمة يعني، لكن الولاد علموني أقراها. الجملة تبقى في المضمون مفهومة. مفهومة. وبعدين بقى لما جم ولادي، ما ده أنا عايز أوصل له، إن ولادي الشباب اللي تلمستهم وكبرتهم بعتهم شبين الكوم وتم بيهم الأنبا بنيامين وعلمهم كيف يكون الكهنوت، رجعوا يصلوا بلغة القبيلة لأن هم أصبحوا جزء منها. ولا شك إنه لما العالم الكبير توماس أودن بيقول ميلاد جديد للأرثوذكسية في أفريقيا، كان بيقصد إن كيسة الابتهام امتدت لقارة أفريقيا مش بلغة الفرنساوية ولا الإنجليزية ولا اللغة الأوروبية، لغة القبائل. بذلك كان يبقى وصل لجراس روتس للتحت، وده لا شك جزء كبير جدا من النجاح. يعني المعمودية مترجمة بلغات كلها، مثلا في كينيا بأربع لغات، المعمودية، مسجد المرضى، القداس، باكر وعشية، وبعدين تبريك المنازل وكل حاجة. كذلك هنا كل آثار الكنيسة، الإكليل وكله والجنازات وكله مترجم بلغات المقال الزولو بنصلي بيها. سيدنا عايز لا ما تزعلش. ليه لما بقول الأفارقة بتقول السود بتدافع يا سيدنا عنهم باستماتة؟ يعني كل ما حد يقرب عند النقطة دي يقول السود بشرة مختلفة. احنا خلاص في عملنا 16 كيلو. ايه الحب ده يا سيدنا اللي جوه قلبك ناحية الأفارقة؟ بس انت لما تقول لي سود ده لون جلد، اصل لون الجلد في البشرية كمان في أحمر في أصفر في أسود في ملون في أبيض، فيعني كلنا كده. ولكن أنا ببص لهذا الإنسان، إنسان مخلوق على صورة الله ومثاله، والمسيح مات من أجله. الله، إحنا نقدر ننكر كده؟ مرة واحد في كنيسة مش عايز أقول مين بيقول لي ما تسيبك من خدمة الحيوانات دي وتعالى أخدم في مصر. تقول الحيوانات؟ رحت واخد من ايده للبابا اللي كان قاعد. تقول سيدنا فلان ده بيغلط في سر الخلاص، لان انت علم السوتريولوجي اللي هو الخلاص، المسيح خلص من اجل كل البشريه. وبعدين عندك موجوده في سفر سبع الاصحاح سبعة من سفر الرؤيا بيقول من كل الامم من كل لسان من كل قبيله من كل لون وقفين قدام العرش يقولوا قدوس قدوس قدوس.
ازاي دول هيجوا منين؟ هل احنا الاقباط والسودانيه بس؟ هل البيض بس ولا صفر بس؟ بيقول لك واقفين من كل قبائل، من كل الامم، من كل الشعوب، من كل قطعه، بيقولوا قدوس قدوس رب الصباوت. لمين؟ الجالس على العرش الذي مات من اجلهم كلهم وضحى وسفك دمه ثم قام لكي يخلصهم ودخلهم على السماء. انا سالتك السؤال ده يا سيدنا عشان انا عارف ان في ناس كتيره المفروض ان هم متعلمين او مثقفين عندهم الفكر ده لسه جوه طحاله ومحدوديه في الفكر. لكن لما تيجي وشفت الشباب اللي كانوا هنا قعدوا معانا من يوم الاحد، صحيح يا سيدي، يعني شبان وشبات حزه زي الحلوين زي الفل، واولادنا البنات الاقباط بولاد الكهنه اللي كانوا قعدوا في وسطهم واتحدوا بيهم وحبوهم بشكل عجيب، لان الاطفال البنات بنت مرولا وبنت ابونا وبالتانيه بنت اليزابيث بنت ابونا السيرسه عندهم براءه الاطفال. صحيح. صدقني مرات كتيره جدا جدا انا لا اميز فكري وانا بكلم واحد، مش مميز اذا كان اسود ولا ابيض ولا ايه، مش فارق معايا اللون، انا بتكلم على شخصيه بقى نفس تتفاعل مع ربنا بتحب ربنا والمسيح حبها ومات من اجلها. سيدنا كمان انت قلت لي ان احنا في افريقيا كلنا قرايب وبيننا وبين بعض صله الدم، وقلت لي هثبت لك في الكتاب المقدس. ما هو نوح كان عنده ثلاث اولاد سام وحام ويافس، طلع من سام وحام ويافس، طلع من حام اربعه، مصرايم اللي هو مصر، وكوش اللي هو اثيوبيا والسودان، صحيح، وفوت وكنعان. فاحنا في رباط الدم بيننا وبين بعض، ما نقدرش نقول غير كده، بشر واحد كله طبعا، لان في مسافات بعيده وكده، لكن فعلا فعلا ربنا من فوق نظر لنا علينا كلنا اولاده وبناته وكلنا بيحبهم من اجلهم قدم نفسه على الصليب. سيدنا نرجع تاني لكينيا ونيافتك، قلت لي 16 كنيسة. 16 كنيسة من ولا شيء، بدأنا بكنيسة اتعملت بشوية أخشاب لغاية ما وصلنا الرقم 16، في وقت قد إيه يا سيدنا؟ لا طبعا أنا قعدت في كينيا 22 سنة. 22 سنة؟ آه، أنا بديت سنة 76 واضطررت متعصبا غصبا عني دون أي اختيار ليا إن أنا أترك كينيا لآخر سنة 89 اللي هي 98، وكان ربنا فتح لي الباب هنا فوجدت عزاء هنا، وجدت امتداد هنا، لكن من أوائل البلاد اللي أنا خدمت فيها لمدة طويلة وكانت فيها عرق ودم ودموع حقيقي، وكان فيها يعني جهاد شديد جدا جدا ونمو شديد جدا جدا، بكورة اللي هما كينيا وزامبيا. وبعدين اضطررت ان انا اجي هنا، ربنا فتح لي باب، واول ما ابتديت هنا في سنة 92 لقيت الرب بيفتح لي ابواب اخرى، بصيت لقيت نفسي المنطقة اللي انا حرمت من ان اعيش فيها تاني بعد ما خدمت فيها مدة طويلة، ان انا باجي هنا واجد نفسي ربنا بيفتح لي باب خدمة في ناميبيا وزيمبابوي، وبعدين الاقي نفسي رايح ساحل العاج، وبعدين رايح نفسي غانا، وبعد كده رايح الجابون، وبعد كده رايح اوغندا، وبعد كده رايح ملاوي، وبعد كده رايح توجو. بدل الدوله 4 5 6 10، وربنا يفتح لي الباب، واضح قوي ان هو فتح لي الباب وقال لي بس حط رجلك. ابص الاقي في كنائس طالعه، النهارده في مباني كنائس، اخذنا ارض في جابون وبنبني كنيسه هناك، يعني وصلنا مثلا الى ايه؟ نصف الاساسات. حاجه مش سهله، وعايزه فلوس، عايزه ملايين الدولارات، لان الاسمنت في البلاد دي غالي جدا. فلكن احنا فعلا فعلا دي بشكر ربنا ان الجابون دلوقتي فيها كنيسه طالعه هتعوز استمراريه صحيحه. وايضا بعد كده ساحل العاج. طبعا انا احكي لك بعد كده ازاي ساحل العاج، وفي كل مكان الله له شاهد وله واحد حط بذره في الكنيسه دي. يعني مثلا ساحل العاج زرتها عجبت بيها جدا جدا، غرب افريقيا، هي بتتكلم فرنساوي، وقلت يا رب يا رب هات كنيسه، عايز كنيسه في ساحل العاج. بعد 20 سنه
كنت في الدنمارك ومؤتمر عالمي ولقيت واحد جاي كان وقتها هو مستشار السفارة المصرية في كوبنهاجن, بعت لي كارت من بره وقال فلان واقف بره بتاع السفارة. طلعت قابلته قال لي انا سامي ياس عبد الشهيد انا مستشار السفارة في كوبنهاجن, ودبت بيني وبين صداقة كبيرة جدا لانه قال لي تعالى تعشى عندي وبات عندي وهجمع لك اسافة كتير نسهر مع بعض. عمل لي عشاء حلو جدا جدا وقعدوا معايا للساعة 12, اتكلمنا كتير وتحكينا كتير وقدمت لهم حاجة عن افريقيا كتير. وبعد ما الناس مشيت بالليل قال لي سيدنا بات عندي, انا عندي مكان ضيافة كويس وانا النهاردة ما خلفتش بقالي 14 ساعة بقيت عندنا وصلنا. بعد 4-5 اشهر سافرت بيكلمني قال لي احنا بيبي از كامينج بعد 14 سنة. البنت اتولدت طبعا وانا عمتها وكان فرحان فرحة عمره واصبح صديق يكلمني كتير كل شوية في الكريسماس وكده. سامي ياس عبد الشهيد ده من اولاد الارخنا اللي اسسه ماريمونوس كليوباترا. بس وافق 14 سنة سيدنا ربنا اداهم بيه مارية. وبعدين ايه بعد كده كل شويه نتكلم. بصيت لقيته في يوم بيكلمني قال لي انا بكلمك من ابيجان ساحل العاج, عينت سفير في هذه البلد ولن اتركها الا ما اسس كنيسه انا معاك. يعني شوف شوف ربنا سفير يروح في بلد وكان الرئيس حبه جدا وسجلنا له كنيسه وقعد يعافر لما جاب لنا ارض 10,000 متر وحطينا كنيسه بتشتغل دلوقتي بلد حلوه كنيسه حلوه خالص. سيدنا امبارح انا سالتك بالليل بعد التصوير قلت لك يا سيدنا اكيد في عقبات كثيره كانت بتقابلك, مفيش دعم مادي ممكن اللغه تروح مكان جديد, فانت نفسك رديت عليا بصوت عالي قلت لي ربنا دايما كان بيكون معايا. ايوه اصل هو وعد بكده لما في متى قال لهم انا معكم كل الايام والانقضاء الدهر. موسى قاعد في البريه بيرعى غنم حماه وراجل خلاص بقى خلاص يعني ايه خلاص 40 سنه قاعد في البريه نسي كل حاجه وفجاه يطلع الجبل يلاقي عليه مولعه النار وصوت يقول له ايه اخلع عليك الارض المقدسه. فأخلع عليه قال لي يا موسى هتروح لفرعون, فرعون ده انا هربان منه اصل قتلت واحد مصري وهربان منه لو رحت هناك هيقتلوني. قال له ما تخافش, قعد يقول له اسمع يا رب اسمع يا رب اسمع يا رب, عمال يعتذر بمليون سبب يقروها في الانجيل اسمع يا رب اسمع يا رب اسمع يا رب. وصل لدرجه ان كان ربنا مش سامع, مش انا ابعت حد تاني انا اكون معك. وراح موسى وخلص الشعب وانقذ شعب اسرائيل وعدى البحر. يعني انا معك. وموسى عمال يقول له انا ضعيف انا ما اعرفش اتكلم انا مش ايه. لا بدل ما قال له انا معك خلاص. على فكره كلمه انا معك دي اتكررت في الانجيل كتير مع ارميا قال له لا تقل اني ولد انا معك. وكذلك اشعياء انا معك. اليشا انا معك. استير لما كان الشعب بني اسرائيل لا يباد أنا معك. كلمة أنا معك دي ده مين اللي بيقول كده؟ ده الإله الذي الغير محدود. صحيح. وكلمة أنا معك دي يعني لا ليها قوة جبارة جدا. هنستأذن نيافتك نطلع فاصل وبعدين نرجع مع نيافتك نعرف قوة ربنا معاك وكلمة إن ربنا كان موجود معاك. أنا معك. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا.